زي ما كنت لسه بقول لحضراتكم في بداية الحلقة النهاردة، البدء الفعلي لتطبيق مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار 7 سلع أساسية اعتبارا من النهاردة. والسلع هي سكر، زيت طعام، رز وفول وعدس وألبان والجبنة البيضاء والمكرونة. التخفيضات هتبقى في حدود كام؟ ما بين 15 لـ 25%، وتم التوافق أيضا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، وهتتابع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك، وده المهم جدا بالنسبة لنا، مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وده في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار اللي بتشهده الأسواق حاليا. وبتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، ويتم طرح السلع بأسعار مخفضة زي ما قلت لحضراتكم من 20 لـ 25%. تعالوا نعرف أكتر عن التخفيضات النهاردة من المستشار سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء. سيادة المستشار صباح الخير. صباح الخير على حضرتك، أهلا وسهلا. يعني خليني في البداية أعرف من حضرتك كافة التفاصيل وآلية التطبيق والرقابة زي ما كان معانا في الخبر دلوقتي، ويعني فكرة الوفر في المتاح في السوق كما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء. هي أولا يا فندم، مبدئيا هي الدولة اتخذت مجموعة من القرارات من شأنها تخفيض التكلفة، تخفيض تكلفة المنتج، بما في ذلك وتعليق بعض الرسوم والجمارك على مستلزمات الإنتاج والمواد الخام للمدفوعات السلعية. نعم. اللي هي محل تطبيق هذه المبادرة يعني. وبالتالي تخفيض التكلفة بما يؤدي إلى زيادة المعروض. فالآلية الحقيقة المستخدمة في هذه المبادرة هي آلية تتبع آليات السوق. أيوة. لأن تم فيها التوافق مع اتحاد زي ما حضرتك تفضلتي. أيوة. اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات. نعم. فالآلية بتعتمد على خفض التكلفة، وبما ينعكس على السعر النهائي، وده تم التركيز فيه مع التجار والصناع. كل السلاسل ملتزمة بالمبادرة دي؟ كل السلاسل ملتزمة بالمبادرة دي، والمفترض ان كل عبوة هيكون عليها الحد الاقصى للسعر. يعني كل عبوة عليها الحد الاقصى للسعر. طيب الحد الاقصى ده يعني ممكن نلاقيه في مكان سعر ومكان تاني سعر؟ لا، هو المفروض لا يزيد عن الحد الاقصى، ممكن تلاقي اقل من الحد الاقصى، لكن هناك تحديد للحد الاقصى للسعر. ده في كافة السلاسل التجارية على مستوى أنحاء الجمهورية. طب رئيس الوزراء كان طرح، قال احنا بنحاول معاهم انه ما يكونش فيه هامش ربح، هل بالفعل تم الموافقة على الأمر ده؟ يعني في بعض السلاسل التجارية بشكل طوعي قالت ان ممكن يعني انهم يساهموا بتقليل هامش الربح أو إلغائه، بس هو الأساس في المبادرة اللي بحب أأكد عليه اللي هي قرارات، مجموعة القرارات اللي اتخذتها الدولة، لأن القرارات دي بتقلل التكلفة بشكل تلقائي. بكل تأكيد. يعني أنا عندما أعلق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج، صح، يعني ده بالطبيعي بينعكس على التكلفة أصلاً. طب إحنا ممكن نعرف من حضرتك دلوقتي على الهوا الأسعار بقت إيه بالنسبة للسلع؟ بتتراوح من كام لكام بالنسبة للـ7 سلع دول؟ لا، أنا الحقيقة ما عنديش القائمة في الوقت الحالي، لكن هي إن شاء الله يعني هتكون واضحة النهاردة إن شاء الله اليوم. طيب يعني إحنا في الأسواق النهاردة وفي كل السلاسل التجارية هنلاقي الحد الأقصى بالنسبة للأسعار الجديدة بالنسبة للسلع الـ7؟ إن شاء الله إن شاء الله، العبوات الجديدة طبعاً اللي تم إنتاجها بعد قرار المبادرة. وهنلاقي كرتونة البيض بسعر أقل بـ25% لـ20% عن ذي قبل، وكذلك الدواجن 15% المفروض اللي هو الدواجن، والزيت والسكر والرز والمكرونة، السكر والرز والعدس والمكرونة. بالظبط، ده من 15 لـ25%. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.